ونستعرض الآن أخبار الطقس والأحوال الجوية. نعم إليك دينا. شكرا لك صحة، شكرا لك محمد. والآن موعدنا مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل البرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء. وهذه درجات الحرارة متوقعة على بعض المدن والمحافظات، ونبدأها من القاهرة والعظمى 19 والصغرى 10، اسكندرية 17 11، مطروح 16 11، بورسعيد 20 10، الإسماعيلية 19 11، السويس 20 11، العريش 19 10، طابة 23 16، شرم الشيخ 25 14، الغردقة 25 14، الأقصر 25 13، أسوان 28 15، الوادي الجديد 23 12، شلاتين 26 14، وأخيرا حلايب 29 15. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.